عليكم صاحبي يا سود ودا ما عندي ويتوحى عالم كقبصة دي إن لغو مغعاو سلوان موميكا نيكان وانيكي كتاب قرآن كقبي وانيكي ودعات نتوسو استاغي دادكو ود أركايان موغالك يعني دادكو ود جيدة قبي كتاب كينا قرآن ويلي بيساقو معناها اي اسكرت سويدن الى لنا ايان طبعا دادكو حيليهم وحاوا وحس كعد سببتو سويدن ايا نكان دابدا كريحيسا سويدن ايا نكان كقص بيسا انو قرآن كقبو سببتو الى لأي اصمين ايان ما دامو مركو قرآن كقبو الى لأي اصمين مركو حيليهم وحس كعد وحان وح قرصون حتى ما داها وح داها قرصون حتى ما وحاي سويدن سمينيس فعله ده اسمين السويدن وفعل وفعل أي دولة أكتها وفعل أي ضد كورن كده ركسيهن مجرم نماء أحمق نماء نك عاس أركيس إن تاريخي سكوب نرتها نك أنا حليه هاي سجارة وعراقي إن هاي استا دلش السويدن لكن عراقي سينما نك أنا وعراقي شيعي ما كريستان أرتش كريستان وانك كان دين تيسة وهذا هستوى كريستان عراقي كريستان كوا عراقي أنت كريستان كوا طبعا كلو حجر تشي جيسة ينو نكان أها نن معناها كصوت دقالمي ركاسيش محل يجري عراق يعني وحولت سنة أما وكتر سنة شيعة إيران وحولت سنة جروب شيعة إيران ومعارضة وكتر سنة ومجرمين معنا وحد كور أيو حسوق جيستي أسي تيم كاس إسرائيل سعدان عراق ضد مسلمين سنية أي معنا دلين أو حسوقين ولي بحال أركا أسوق ضد سنية أو عراقيين ومسلمين قراعة ودلاء ملكني كان ومجرمين هذي نكان سيدي سوا أورتي ومجرمين أو هقامي كوحيتي سيدي هقامي كوحيد وكالواي أو هقامي كوحيد شيعة هواي نكان شيعة مقرصة حتى مركا نكان تاريخي سواتاسا وانين كريستان سويدن كنول وانين دينت كريستان كقاطي وانقان مركي سوروحوها لكن مجرم وين واي هادا يانتان وحالة شيقي إن معناها عبسي إلسو قدبوناتيو يعني أرجع أو دريما أو فريم قرال أو حنجبات لو صدري الدنيا كده نحكي كع ما ربع فريم قرال حنجبات لو صدري ودن كودي ساعتا مسلمين كنوا لا يروح صدري عن حنجبات وارجو دلها سانة الويلة فريم يعني أرجع حلا سجن تركيس كوكلفتي إنه برا برشيد صوغ له سجن تركيس كوكلفتي إنه مقال صدوه أو شيء أمو عادي إن لديل رو أو فريمة هنجباد لو صدري دولة دي سويدان أي كقابسي إنه الدفاع دو حين كو دفاعي هذا هو الدقن أو أجانبه أو مركي هورا معنا أو سوقلوتي أها هدي معي هدي معناها قلد دنب وين كود أحسن ميسي ودن كي سويدان أول بايق معنا ويكو بونبونينا ينكور يكو قد قادة إن لكن مركي معناها إيه حالد اي حماتي ودمدي دان اي كعين مسلمين تي ودمدو اي كعين وي كاكسيوتي ادي كليا يا كولين ادي كليا واكو كليا لو غدا وحرات وحر ولو سمي وحمن ما قلنا سببتا وحما ما بك غيلن بو ايغا وكريستان عد وركود عد يا ايغا نين او عراق نين ميلان كي مادي اجانبتان اي وحما ما غيلن عربتان اي وحما ميلان كي ايمادين إن عرب كي مادي أو سو جلوتي بح ما كجل واحدين وعليه أي وهيك جابيان إني أنا يا أمان كي سوان بركو حن كبرنا يا وليه أي أمان كي جن سوان هاي دفاعان ولي بس مرك لا يا للشيء معناه أول ربي إنه قرآن كدنا أوجبو برسه أرنتان أي معناها كوكلفتي إنه سكدا هو عبصري هو معناه هو نحي فريما هنجباده بنان أم صوبه مال وحو كجرا دور معناه أو حبس أو كلاه عريري أيو دريمي معناه للكيو لنا كسو حرمي
waayo wuxuu heystay xurriyad uu meel walba ku socdo. Hadda dowladda Turkiga xitaa warbixin yani ay soo shaacisay ay ku leedahay Sweden uma ogolaan doono inay ka qayb noqoto ama ay ka mid noqoto ururka NATO. Waan ognahay wadamo badan ku jiraan oo Yurubiyaan ah iyo Iraq galbeedka oo hogaaminaya Turkiga. Marka Sweden codka veto loogu diiday macnaha inay ka mid noqoto, marka Turkiga wuxuu ka mid yahay wadamada ugu awoodda badan ee ka mid ah xubinka ah NATO, marka uu diiday awalba macnaha uu diidnaa maadaama dad xag jireen ah oo PKK oo argagixiso ah oo ka dagaalama Turki ka dagaalama ay macnaha ma ingiliis siyaasadeed siiyeen dad madax oo PKK oo madax u ahaa oo argagixiso ahaa ayay mangalis siyaasadeed siiyeen isoo dhaweyn. Yacni aniga wax walba ay sameynayaan Turki ayay ku ximeeyaan, marka koowaad waa sidaas horta, wax walba xumaan ay sameeyaan Turki ayay ku ximeeyaan. Hadda xitaa markii ay sameynayeen ninkan ay soo diraayeen, ninkaasi iskimiimaan fikradda kusoo dhacda maahan inuu asiga quraanku Sweden dowladda Sweden macnaha yani dowladda Sweden ku qanciyay ninkan inuu wax sameeyo fulxumada badan. Marka wax walba ay xumaanaysa. Hadda koor xataa nin oo sidaan oo kale magaalada dhexdeeda quraanku gubay isla Sweden. Marka dowladda Sweden xumaan walba sameynayso Turkiga ula dalneeda. Laakiin ninkan hadda xaaladda waa ku xun tahay. Fariin soo diray, muuqaalo soo duubay, aad iyo aad ayaa u cabsanaya ayuu leeyahay. Waxaan u sameeyay horta waa ficil xun. Dowladda Sweden waxaan kala yaabay waxay ku leedahay waxaani waa xurriyatul qool, yacni waa xurriyad qof walba wuxuu rabo samayn karaa. Okay, ayaga markii laga gubo macnaha markii la gubo calankooda markii la gubo yacni calankooda kii xataa calanka waddanka xataamaan calanka waxaa sheega gaalada yacni labada qof isku jinsiga ah ay isku tagi karaan loo yaqaano qaniis ama macnaha ama gay af English, waxaan isku tagayaan labada qof isku jinsiga yacni lesbianka iyo gayga isku tagayaan yacni qaniisnimada kuwa taageersan markii calankooda lagu waa qeylnayn adduunku dhanaa qeylnaa. Waxaa leeya ninkan wuxuuba sameeyey macnaha ficil aad u xun, buuq waddan kasta soo kacaya oo taageersan calankaas sida Mareykan oo kale kuwan Ingiriiska Jarmalka iyo soo baxsanayaan Faransiiska Sweden Denmark. Okay, markii la gubo kutaabka quraanka ee mushafka ahna waxaa leeyahay xurriyatul qool, wuxuu rabo samayn karaa macnaha lama qasbi karo, lama jujubi karo. Faransa hadda maxaa ka dhac muslimiintii macnaha xijaabna ah xijaabka siiba looya aa xurriyatul qoolki macnaha xurriyatul qoolki midaasaa waa mudanba midaasaa waa xurriyadda qofkiisa, qofka xurriyadda xijaabku inuu xirto xurriyadda waa sama diintiisa ayaa u baneysay soo xurriyad ma u daa. Laakiin waa ka soo horjeeda hadii aad dhahdid macnaha waxay lamid tahay wixii muslimiinta sameynaya dhan waa ka soo horjeedna anaga waxaan sameynayna ka gaal ah kristaan ahaane macnaha xisbigeen waxay sameeyaan waa xurriyad waa ku qanacsanahay. War ayaga dhan waa waxay ka soo horjeedaan saameynta ee muslimiinta ku yeelanayaan dunida, waa cadow waa xag jireen ah hadaa maqashid argagixisaba hadaa maqashid ba dhankan gaalada leh kafiir iyo galbeedkan iyo Yurubiyaanka argagixisa hadaa maqashid ayaga leh. Okay, halkaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena maanta awaaldeenay ninkii isbuucii hore ku gubay kutaabka quraanka ee hadalaynta badan dhaliyay ee waddanka Sweden. Marka inta barnaamij midkan oo kale ku kulmi doono waxaan kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo.